على هذه الصحراء الشرقية تشتعل المواجهات وتشتد، وفي هذه الوهاد تندحر كتائب الميليشيا المحاصرة لمدينة بيحان وقرى عسيلان الواقعة غرب محافظة شبوة. ما يحدث هنا لا تظهره الشاشات، حيث الكاميرات المغيبة ووسائل الاتصال المقطوعة تحول دون كشف الوقائع. تفيد آخر الأخبار الواردة من بيحان المحاذية لمحافظة مأرب بأن عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا، بينهم قيادات ميدانية، سقطوا بعد استهدافهم بغارات للتحالف العربي أثناء اجتماع لهم في مصلحة الأحوال المدنية بمدينة العليا مركز مديرية بيحان. الغارات الأخيرة جاءت بعد ساعات فقط من استهداف مقاتلات التحالف بغارتين جويتين مواقع الميليشيا في منطقة عكيد صوفة غرب مديرية عسيلان، المديرية النفطية التي تستميت الميليشيا للتحكم بها وتأمين الطرق التي تستخدمها للتهريب. وبحسب مصادر عسكرية فإن الاستهداف جاء بعد مواجهات عنيفة شهدتها جبهة الساق، استخدم خلالها مختلف أنواع الأسلحة، حيث أسفرت المواجهات عن مقتل عدد من عناصر الميليشيا. وكانت مصادر عسكرية قد أكدت أن المواجهات تركزت في أطراف ريف طوال السادة ومنطقة محيط وادي الدقيق والبركة، وهما مكن الجيش من استهداف خطوط إمداد الميليشيا. خسائر الميليشيا على الأرض بعد استهدافها بغارات التحالف العربي دفعها إلى قطع خطوط الطرق والاتصالات مباشرة وتنفيذ حملة اعتقالات واسعة في مدينة بيحان، طالت كل من يتجول في أحياء وشوارع المدينة في وقت قامت فيه بإخلاء السجن المركزي هناك ونقل من كانوا بداخله إلى مكان مجهول.